يعني يمكن فعلا زي ما انت قلت، هو فيريرا بيعرف يغير طريقة اللعب، بيغير طريقة التشكيل، بشكل بيغير عبقري، التغييرات، بشكل بيغير، عبقري. بيعمل كل حاجة أيوة. عكس ما احنا كنا متوقعين. عشان كده حتى احنا بنتكلم امبارح، احنا بنتكلم بنتمنى، لكن كده 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 يعني فيريرا هو بيعمل حاجات احنا مش هو متوقعينها. أول ما جه كل الناس كان في ناس كتير جدا بتطلع تقول طب ده ما بيلعبش ليه؟ اه طب ده صحيح، بينزل ليه؟ طب امبارح ده بعد الماتش بيسألوا فيريرا هل بقى سامسون هيلعب على طول بالظبط بشكل بالظبط. أساسي؟ لا بس دايما تبديلاته كان فيها شك، يعني دايما أول ما جه كان تبديلاته ناس بتشك فيها، وإزاي طب ده بيلعب وده ما بيلعبش ليه وده ما بيروحش ليه؟ بس بعد كده خلاص الناس عرفت إن الراجل ده هو عارف رايح فين وجاي منين وعارف مين هيديله إيه، فخلاص ما حدش بيقدر يعلم عليه، ما حدش صحيح بيقدر يعلي عليه ولا يراجعه في اللي هو بيعمله. صحيح. طيب احنا بداية التشكيل كان طبعا عواد في حراسة المرمى، عندنا كان فتوح وروقة وزكريا الوردي وعمر جابر وسيد نيمار، بعد كده طبعا زيزو وسيف الدين الجزيري، شوية لقينا طبعا ايه سيف طلع وسامسون نزل، لقينا زكريا الوردي طلع وشيكابالا نزل، عمر جابر طلع ونزل مكانه يوسف أسامة نبيه. شايف التغييرات دي كانت صح وفي التوقيت الصح، ولا كان طبعا ممكن مثلا بالنسبة لك ممكن حد تاني كان يستنى شوية او ننزل حد تاني في ده وقت لا، معين؟ هي التبديلات كلها في محلها، في محلها تماما. نص الملعب في الشوط الاولاني ما كانش مع الزمالك خالص، صحيح نص الملعب كان متاخد من نادي الزمالك تماما. دخول امام عاشور كان مهم علشان يقدر يديك نص الملعب تاني. زكريا الوردي واشرف روقه كويسين جدا وعاملين شغل عبقري، خلينا نتفق على ده برضو، ولكن امام لعيب بيديك حلول كتير قوي صحيح سواء انت محتاجه. اللعيب دايما عنده نسبه دفاع ونسبه هجوم، يعني في لعيب بيبقى ممكن يلعب 70% مهاجم و30% مدافع او صحيح العكس، لكن امام اللعيب اللي بيعرف يديك 70% هجوم و70% دفاع، هو قادر يديك اللي انت عايزه في الناحيتين، فانت بتحتاجه لعيب جوكر هيسندك ايا كان وضع الفرقه وايا كان الموقف اللي انت محتاجه فيه. هو داخل الماتش 0-0، لما يقدر يزودك وتجيب جول هتقدر تخلي امام تقلب الفرقه، يعني تقلب شكل الفرقه عليه وتبدا تدافع بقى عشان تحافظ على الجون اللي انت جبته. صحيح فهو كانت تبديله مهمه جدا، التبديلات كلها كانت مهمه جدا. زوز شيكابالا ويوسف اسامه نبيه فوق الجزء الامامي ده بشكل عبقري، شفنا الحاله اللي عملوها اول ما نزلوا. يوسف جميل جدا جدا ومستواه بيتطور بشكل هايل، في البدايه كان عنده مشكله في الاستلام، استلامه الكوره كان ممكن بظهره رهبة ويلف والكلام ده يعني. كله. اه طبعا طبعا، لكن هو مستواه بيتطور بشكل هايل. امبارح عمل ماتش كبير جدا وكان مهم وعامل وسلاح مهم جدا لنادي الزمالك. شيكابالا طبعا لا غبار، يعني ما حدش بيعرف يتكلم عليه، يعني ما عندناش كلام نقوله. صحيح اه حقيقي والله، يعني ما فيش كلام يتقال، هو عارف دوره، هو يعني هو عبقري، هو عبقري خلاص، هو الراجل قائد بمعنى الكلمه وعارف بيعمل ايه. حتى في الهدف اللي ساهم في صناعته، لانه في الاخر طبعا الهدف كان باسم شريف كان رضا اه لاعب شريف سموحه، لكن هو فعلا عارف يربك ده الامور. غير الهدف. شيكابالا حتى امبارح كان بيدافع بشكل كبير جدا، حتى في الدفاع كان راجل يعني روحه، لا روح عاليه، صحيح ده لعيب ما حدش يكلمني في الثلاثينات ولا حد يكلمني في سن، لا هو بيعمل اداء رائع جدا، عنده روح، هو عارف نازل يعمل ايه حتى فكرة الدعم، يعني شفنا حتى لما كان لما سامسونج جاب الجول وراح يدعمه ويحتفل بالظبط معاه، دي حاجة أصلا بتخلي الواحد مبسوط وهو بيتفرج، من عارف اول، ومطمن على الصفقات، اكيد من فاهم؟ اول يوم دخل سامسون النادي لو شفنا كل الصور بتاعته هتلاقيها مع شيكابالا، هو صحيح بيعرف يحتوي، هو عارف دوره خلاص في الفرقه كويس جدا، ومش بس عارف دوره، هو بيقوم بيه على اكمل وجه. صحيح. فده طبعا لا، تبديلات امبارح كانت في محلها وفي توقيتها المناسب جدا وجابت نتيجتها، لو ما كانتش في توقيتها المناسب وما كانتش صح ما كناش طلعنا بالنقط ما على كانش الأقل. هتطلع النتيجة.